بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يشكر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما، قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: والذي أعتقده أنه لا موجب لكل هذه المحاولات لتصحيح وجوب المقدمة قبل زمان ذيها، فإن الصحيح كما أفاده شيخنا الأصفهاني رحمه الله أن وجوب المقدمة ليس معلولا لوجوب ذيها ولا مترشحا منه. عم كان الكلام في المقدمات المفوتة ومحاولة توجيه مسؤولية المكلف عن هذه المقدمات رغم أنها تكون متقدمة في الزمان على زمان ذيها. وذهب جملة من الأصوليين كما ذكرنا في الدروس الماضية إلى القول بانفصال زمان الوجوب عن زمان الواجب، وذكرنا جملة من الأقوال أو ثلاثة أقوال تقريبا في هذه المسألة. هنا الشيخ يريد أن يبين الرأي الذي يتبناه، الرأي الذي يراه صحيحا في هذه المسألة. وقلنا أن الشيخ في هذه المسألة يصحح القول الذي يذهب إليه أستاذه الشيخ الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، وذلك بأن وجوب المقدمة ليس معلولا ولا مترشحا عن وجوب ذيها كما هو أو كما يذهب إليه المشهور مشهور الأصوليين. فالشيخ هنا يقول أنه لا مشكلة، لا توجد مشكلة ولا يوجد إشكال في تقدم المقدمة المفوتة على زمان ذيها حتى نلجأ إلى هذه الحلول. وكأنه هذه الحلول التي ذكرها الأعلام والتي ذكرناها في الدروس الماضية إنما هي مبتنية على أن وجوب المقدمة في الحقيقة هو معلول أو مترشح عن وجوب ذيها. الشيخ يذهب إلى إنكار هذا. الشيخ الأصفهاني يذهب إلى أن وجوب المقدمة ليس مترشحا وليس هو معلولا لوجوب ذيها، يعني التبعية بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ليست تبعية علة ومعلول أو ما شابه ذلك. نعم، قد يكون وجوب ذي المقدمة داعيا إلى جعل وجوب ذيها. نعم قد يكون ذلك، يعني إذا رجعنا إلى الملاكات التي تقف وراء جعل الأحكام الشرعية قد نجد أن تلك الملاكات تدعو إلى ماذا؟ إلى جعل الوجوب للمقدمة. يعني يكون الوجوب بما يحمل من ملاكات هو الداعي، وجوب يعني ذي المقدمة هو الداعي إلى جعل وجوب ذي المقدمة. يقول أنه طبعا قد الإنسان يحتار في كيفية قبول هذا الأمر باعتبار أن الذهنية مشبعة بأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة، والحال أنه الأمر ليس كذلك. طبعا في لأجل بيان هذا الأمر، بيان عدم معلولية وجوب المقدمة لوجوب ذيها، يبين الشيخ أنه بالنسبة إلى الفعل الاختياري، أولا أن يعني سنبين عدة مقدمات يتضح من خلالها البحث. المقدمة الأولى أن الفعل الاختياري له مجموعة مبادئ أو له مجموعة علل مترتبة الواحدة
فوق الأخرى، يعني مترتبة طولا، كل علة تدعو إلى ترشح الثانية، وهكذا إلى أن يصدر ذلك الفعل الاختياري. بالنسبة إلى الإنسان مثلا في فعله التكويني، إذا ابتداء الإنسان يشخص أن هذا الفعل فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة، إذا شخص الإنسان أن هذا الفعل فيه مصلحة له فإنه يشتاق إلى هذا الفعل، يحب هذا الفعل، يحصل في نفسه شوق لهذا الفعل الذي يعتقد أن فيه مصلحة له. طبعا هذا الشوق يزداد، وإذا لم تكن هناك، إذا لم يكن هناك مانع من القيام بهذا الفعل، فإنه تنقدح في نفس الإنسان إرادة نحو هذا الفعل. فإذا حصلت الإرادة، يعني حصل تشخيص الملاك أو المصلحة أولا، ثم حصل شوق ولم يكن هناك مانع من القيام بهذا الفعل، تنقدح الإرادة في نفس الإنسان وتتحرك، الإنسان يريد هذا الفعل ويحرك عضلاته نحو ماذا؟ نحو تحصيل هذا الفعل. فإذا قبل تعلق الإرادة بالفعل هناك مبدأان، هو تشخيص المصلحة أولا أو المفسدة طبعا إذا كان في الترك، وثانيا حصول الشوق وحب هذا الفعل وعدم وجود مانع من الإتيان بهذا الفعل. هنا يوجد أمران: حصول الشوق نحو هذا الفعل، وأن لا يكون هناك مانع عن الإتيان بهذا الفعل. فإذا حصل الشوق ولم يكن هناك مانع عن الإتيان بهذا الفعل، ماذا يفعل الإنسان؟ تحصل له إرادة تتعلق بذلك الفعل، فبعد الإرادة يحرك عضلاته ويتحرك نحو تحصيل هذا الفعل. هنا بالنسبة إلى الأمر، يعني بالنسبة إلى القضية، هذا طبعا يعني ما بيناه هذا في الأمر التكويني، في الفعل التكويني. أما في الفعل التشريعي، نفس التشريع يعني نفس الأمر، سواء كان هذا الأمر أمرا نفسيا أو كان أمرا غيريا، نفس التشريع هو فعل إرادي للآمر، فعل إرادي للمولى. يعني فإذا هنا يكون بنفس محكوم بنفس حكم الفعل الإرادي التكويني، أنه هناك أولا المولى، لكن هنا ما يتعلق به الشوق، ما يتعلق يعني ما يتعلق من البدء، يعني ما يتعلق تشخيص المصلحة به، ما يتعلق به الشوق، ما يتعلق به الإرادة، هو فعل الغير لا فعل نفس الآمر، يعني فعل المأمور. فإن الآمر حينما يشخص مثلا، حينما يشخص مصلحة في فعل المأمور، كالأب مثلا حينما يشخص أن هناك مصلحة في فعل ولده، في مثلا أن ولده يدرس يجد في الدراسة، الأب يشخص أن من المصلحة، من مصلحة الولد أن يجد ويجتهد في الدراسة، فهنا في الحقيقة يترشح شوق في نفس الأب إلى فعل ولده، إلى فعل الولد وهو الدراسة. فإذا لم يكن هناك مانع عن الدراسة، إذا الولد كان له وقت، عنده وقت مثلا، لم يكن مجبور على تضيع وقته مثلا في العمل أو ما شابه ذلك، لا، كان عنده وقت فراغ ولم يكن مانع من أن يجد الولد ويجتهد في الدراسة، فهنا الأب يحصل له شوق قلنا، ولم يكن هناك مانع، فيحصل في نفسه إرادة ماذا؟ تحصل في نفس الأب إرادة نحو ماذا؟ نحو أن يقوم ولده بالاجتهاد والجد في الدراسة. فعندما تحصل إرادة، طبعا الأب كيف يستطيع أن يحصل هذا الفعل عن طريق ولده؟ عن طريق، طبعا هنا ليس الفعل فعل تكوين، ليس الأمر أمر تكويني، وإنما لابد أن يصدر أمرا تشريعيا بذلك، أن يأتي ويأمر الولد، يقول له جد في دراستك، أدرس جيدا. فهنا في الحقيقة لاحظ أن الملاك، المصلحة والشوق والإرادة إنما تعلقت بفعل الغير وهو فعل الولد حسب المثال. فإذا حصلت الإرادة لأجل تحصيل هذا الفعل، يعني فعل الولد، لابد ماذا؟ أن يمارس الأب
سلطة تشريعية لا سلطة تكوينية. الإنسان له سلطة تكوينية على بدنه، يستطيع ماذا هو إذا بنفسه أراد شيئا أن يفعله بنفسه، له سلطة تكوينية على عضلاته على بدنه. أما على ولده لا، ليس لديه سلطة تكوينية وإنما لديه سلطة تشريعية، فيشرع في حقه أمرا، يقول له أدرس واجتهد في الدراسة، فالولد مثلا يمتثل، وبناء على ذلك الأب يحصل على هذه القضية. فهنا لاحظ، سواء كان الأمر أمرا نفسيا أو أمرا غيريا، فإن المراحل نشوء هذا الأمر هي هذه: تشخيص المصلحة، حصول الشوق، وانقداح الإرادة. إلا أنه لا بد أن نلاحظ أن الأمر الغيري، يعني تشخيص المصلحة، قد يكون أين تشخيص المصلحة؟ في نفسي المأمور به بالأمر النفسي، مثلا في نفسي تحصيل الدراسة بحسب المثال. الشوق الذي يحصل من الآب إنما يتعلق بنفس تحصيل الدراسة. طيب، إذا كان هناك شيء يتوقف عليه تحصيل الدراسة، هنا في مرحلة الشوق أيضا ما دام أن الأب يعلم أن تحصيل الدراسة من قبل ولده مثلا لابد فيه ماذا؟ أن يترك اللعب في الشارع. يعني تحصيل الدراسة يتوقف على ماذا؟ على أن الولد يترك اللعب في الشارع. فهنا يحصل، يعني يترشح من الشوق نحو تحصيل الإرادة الذي هو المأمور به بالأمر النفسي بحسب مبحثنا هنا، يحصل ترشح للشوق لأي شيء لما يتوقف عليه تحصيل الدراسة، وهو مثلا ترك اللعب. يحصل شوق عند الأب لترك ولده للعب. فهنا ثم فإذا حصل هذا الشوق في نفس الأب، تحصل إرادة أيضا إلى ماذا؟ إلى الأمر، أن يأمر ولده بأن يترك اللعب. فهنا يوجد أمران. نعم صحيح أنه الشوق إلى المتعلق الأمر الأول هو الأصل، وهو الشوق نحو تحصيل الدراسة، إلا أنه من هذا الشوق يترشح شوق إلى كل ما يتوقف عليه تحصيل الدراسة. فإذا ترشح هنا شوق وقوي هذا الشوق، تحصل إرادة نحو كما تحصل إرادة إلى الأمر الولد بالجد والاجتهاد في الدراسة، يحصل شوق أيضا إلى ماذا؟ إلى أمر الولد بترك اللعب في الشارع. فهنا في الحقيقة ترك اللعب في الشارع ليس مترشحا عن الأمر بتحصيل الدراسة، الأمر بترك اللعب في الشارع ليس مترشحا وليس معلولا للأمر بماذا؟ الأمر بتحصيل بتحصيل الدراسة، وإنما هو معلول إلى الإرادة المعلولة إلى الشوق. نعم في مرحلة الشوق، الشوق نحو تحصيل الدراسة عند الأب، يعني أن يحصل ولده الدراسة، هو الذي ترشح منه ماذا؟ الشوق نحو كل ما يتوقف عليه تحصيل الدراسة كترك اللعب في الشارع. ولكن يحصل أمر آخر، و يعني تحصل إرادة نحو أمر آخر وإن كان هذا الأمر غيري، ويحصل أمر آخر وهو الأمر الغيري. ولذلك قال الشيخ هناك في حينما بحث أو بين التبعية بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي، ذكر أن يعني ما يختاره هو أن يكون الوجوب النفسي موجدا للداعي في نفسي، أو موجدا للداعي للوجوب الغيري. هكذا الشوق نحو الواجب بالوجوب النفسي، وهو مثلا تحصيل الدراسة، أو مثلا في الشرعيات الشوق نحو الصلاة، هو الذي يترشح منه الشوق نحو كل ما يتوقف عليه ذلك الفعل من قبيل مثلا ترك اللعب في الشارع، أو بالنسبة للشرعيات ماذا؟ مثلا الوضوء بالنسبة إلى الصلاة. فيحصل أمر عند المولى، أمر بالوضوء، فيأمر المكلف بالوضوء. بناء على هذا البيان، فإنه حتى لو كان، لاحظوا، حتى لو كان زمان المقدمة متقدم على زمان الواجب،
زمان المقدمة لابد أن يتقدم على زمان الواجب، فإنه لا مشكلة في ذلك، لأن الشوق والإرادة نحو الأمر هذه متقدمة على حصول على فعلية الأمر، متقدمة على فعلية الأمر. فحينما حصل الشوق نحو الأمر بهذا الفعل، منه ترشح الشوق للأمر بمقدمات هذا الفعل. فهنا تكون إذا حصل الشوق نحو المقدمة، وإن كان مترشحا عن الشوق نحو ذي المقدمة، تصبح الإرادة ولم يكن هناك مانع، تصبح الإرادة فعلية فيأمر المولى بالمقدمة حتى وإن كان قبل زمان الواجب. أما بالنسبة إلى نفس الواجب فإنه نعم هناك شوق موجود بالنسبة إليه، ولكن هناك مانع. نحن قلنا أن الإرادة إنما تنقدح وتتعلق بالشيء إذا اجتمع أمران، شوق وعدم مانع. هنا لا يوجد مانع بالنسبة إلى الواجب بالوجوب النفسي، يعني نفس المأمور به، مثل الصلاة، مثل نعم الصوم، ومثل الحج وما شابه ذلك. ما هو هذا المانع؟ هو عدم حصول الوقت. إلى الآن الوقت لم يأتي، فإذا حصل الوقت، إذا دخل الوقت، مثلا إذا دخل وقت الحج أو دخل وقت الصوم أو وقت الصلاة، ارتفع هذا المانع فتحول هذا الشوق إلى إرادة، وبالتالي يصبح هناك أمر بهذه الصلاة. فبناء على هذا التوجيه يمكن تقدم الأمر بالمقدمة على الأمر بذيها، باعتبار أنه ليس هناك علاقة علية ومعلولية بينهما. نلاحظ كلام الشيخ، قال: والذي أعتقده أنه لا موجب لكل هذه المحاولات لتصحيح وجوب المقدمة قبل زمان ذيها، فإن الصحيح كما أفاده شيخنا الإصفهاني رحمه الله أن وجوب المقدمة ليس معلولا لوجوب ذيها ولا مترشحا منه، فليس هناك إشكال في وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان ذيها حتى نلتجئ إلى إحدى هذه المحاولات لفك الإشكال. وكل هذه الشبهة إنما جاءت من هذا الفرض، وهو فرض معلولية وجوب المقدمة لوجوب ذيها، وهو فرض لا واقع له أبدا، وإن كان هذا القول يبدو غريبا على الأذهان المشبعة بفرض أن وجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة. بل نقول أكثر من ذلك، أنه يجب في المقدمة المفوتة أن يتقدم وجوبها على وجوب ذيها، كيف سيأتي إن شاء الله، وكما بينا طبعا، باعتبار أن الشوق نحو المقدمة ليس معه مانع، فتحصل الإرادة فتنقدح الإرادة نحو المقدمة. أما الشوق نحو ذي المقدمة هناك فيه مانع، وهو عدم دخول الوقت، فإذا دخل الوقت ارتفع، فهنا يتقدم وجوب المقدمة على وجوب ذيها. قال: بل نقول أكثر من ذلك، أنه يجب في المقدمة المفوتة أن يتقدم وجوبها على وجوب ذيها، إذا كنا نقول بأن مقدمة الواجب واجبة، وإن كان الحق وسيأتي عدم وجوبها مطلقا، يعني كما سيذكر أن مقدمة الواجب ليست بحث سيأتي إن شاء الله، أنه ليست واجبة دائما. ولبيان عدم معلولية وجوب المقدمة لوجوب ذيها، نذكر أن الأمر في الحقيقة هو فعل الآمر، الأمر فعل الآمر، وإن كان هذا متعلق بالسلطة التشريعية، متعلق بالولاية التشريعية، ولكنه بالنتيجة هو فعل الآمر. طبعا فعل أيضا فعل من أفعال الآمر الاختيارية، سواء كان الأمر نفسيا أم غيريا، لا فرق هناك، سواء كان الأمر أمرا نفسيا أو أمرا غيريا فإنه فعل إرادي للآمر، فالآمر هو العلة الفاعلية له دون سواه. ولكن كل أمر إنما يصدر عن إرادة الآمر، لأنه فعله الاختياري، والإرادة بالطبع مسبوقة بالشوق إلى فعل المأمور به. يعني قلنا هناك عدة هناك عدة مبادئ مترتبة: تشخيص المصلحة أو المفسدة، حصول الشوق، ثم الإرادة،
ثم الأمر أو صدور الفعل كيفما كان، أي أن الآمر لا بد أن يشتاق أولا، طبعا قبل الشوق لا بد من تشخيص أن هناك مصلحة أو مفسدة في الفعل، لا بد أن يشتاق أولا إلى فعل، بعد تشخيص المصلحة يشتاق إلى فعل الغير، باعتبار هنا الشوق إلى فعل الغير، باعتبار أنه في الأمور التشريعية بخلاف الأمور التكوينية، الأمور التكوينية هو نفس الشخص يتصدى لتحصيل ما يشتاق إليه، ما تتعلق به إرادته. لا بد أن يشتاق أولا إلى فعل الغير على أن يصدر من الغير، فإذا اشتاقه لا بد أن يدعو الغير ويدفعه ويحثه على الفعل فيشتاق إلى الأمر به، وإذا لم يحصل مانع من الأمر فلا محالة يشتد الشوق إلى الأمر حتى يبلغ الإرادة الحتمية، يصبح إرادة، فيجعل الداعي في نفس الغير للفعل المطلوب، وذلك بتوجيه الأمر نحوه. طبعا فيجعل يعني حصول الإرادة يجعل الداعي في نفس الغير. ما هو الداعي في نفس الغير؟ يعني في نفس المأمور. الداعي في نفس المأمور لأن يتحرك نحو تحصيل الفعل هو نفس الأمر، أمر المولى. أمر المولى هو الداعي في نفس الغير. فإذا حصل الشوق نحو فعل الغير وحصلت إرادة نحو فعل الغير، لم يكن هناك مانع فحصلت إرادة نحو فعل الغير، المولى ماذا يفعل؟ يوجد الداعي، يجعل الداعي وهو الأمر. الداعي إلى الذي يدعو الغير إلى الفعل هو أمر المولى، أمر الأمر نفسه. يعني الداعي الذي يدعو الولد إلى الجد والاجتهاد في الدراسة هو نفس أمر الوالد. نعم. فقال فيجعل الداعي في نفس الغير للفعل المطلوب، وذلك يعني الداعي بتوجيه الأمر نحوه يأمر بذلك الفعل. هذا حال كل مأمور به، ومن جملته مقدمة الواجب. قلنا الأمر سواء كان أمرا نفسيا أو أمرا غيريا متعلق بالمقدمة حاله واحد، فإنه إذا ذهبنا إلى وجوبها من قبل المولى، إذا قلنا هي واجبة من قبل المولى، لا بد أن نفترض حصول الشوق أولا في نفس الآمر إلى صدورها من المكلف. غاية الأمر أن هذا الشوق، يعني الشوق نحو المقدمة، تابع للشوق إلى فعل ذي المقدمة ومنبثق منه. نعم، في مرحلة الشوق هناك انبثاق، الشوق نحو ذي المقدمة هذا ينبعث منه ويترشح منه شوق إلى كل المقدمات التي يتوقف عليها ذي المقدمة، لأن المختار إذا اشتاق إلى تحصيل شيء، يعني المختار يعني الذي فعله اختياري، إذا اشتاق إلى تحصيل شيء وأحبه اشتاق وأحب بالتبع كل ما يتوقف عليه ذلك الشيء على نحو الملازمة بين الشوقين. الشوق إلى ذي المقدمة يلازمه الشوق إلى ماذا؟ وينبثق عنه أصلا الشوق إلى إلى المقدمات. وإذا لم يكن هناك مانع من الأمر بالمقدمات حصلت لدى الآمر ثانيا الإرادة الحتمية التي تتعلق بالأمر بها، يعني بهذه المقدمة، فيصدر حينئذ الأمر. إذا عرفت ذلك فإنك تعرف أنه إذا فرض أن المقدمة متقدمة بالوجود الزماني على ذيها، كما في المقدمات المفوتة، على وجه لا يحصل ذوها في ظرفه وزمانه إلا إذا حصلت هي قبل حلول زمانه، لابد أن تتقدم زمانا على زمان الواجب، كما في الأمثلة، في أمثلة المقدمات المفوتة، مثل مثل الغسل المجنب قبل الفاجر، مثل طي المسافة نحو الحاج، مثلا الوضوء بالنسبة إلى من لا يتمكن منه في وقته، على قول، طبعا على قول من قال أنه يجب هنا الوضوء. فإنه لا شك في أن الآمر يشتاقها أن تحصل في ذلك الزمان المتقدم، وهذا الشوق بالنسبة إلى المقدمة يتحول إلى الإرادة الحتمية بالأمر، إذ لا مانع من البحث نحوها حينئذ.
والمفروض أن وقتها قد حان فعلاً، فلا بد باعتبار أنه صار الزمان قريب، يقدر الزمان مثلا الإنسان حتى يصل إلى عرفة متى يجب أن يسافر، متى يجب أن يشرع بمقدمة قطع المسافة. افترض لا بد أن يشرع قبل الحج، قبل يوم عرفة مثلا بعشرين يوما، فيحين الوقت من هذا الحين. أو مثلا الذي يريد أن يغتسل غسل الجنابة قبل طلوع الفجر، لابد قبل نصف ساعة مثلا من الفجر أو ربع ساعة على أي حال حسب تقديره، لابد أن يرى متى يحين وقت هذه المقدمة. والمفروض أن وقتها قد حان فعلا، فلا بد أن يأمر بها فعلا. أما ذو المقدمة فحسب الفرض لا يمكن البعث نحوه والأمر به قبل وقته. لماذا؟ لعدم حصول ظرفه. نعم شوق موجود بالنسبة إليه، ولكن هناك مانع من تعلق الأمر به أو الإرادة ثم الأمر به، وهو ماذا؟ عدم حصول ظرفه وعدم حصول زمانه. فلا أمر قبل الوقت وإن كان الشوق إلى الأمر به حاصل حينئذ، ولكن لا يبلغ مبلغ الفعلية لوجود المانع وهو الزمان، عدم حلول ظرفه وزمانه. والحاصل أن الشوق إلى ذي المقدمة والشوق إلى المقدمة حاصلان قبل وقت ذي المقدمة، والشوق الثاني يعني الشوق نحو المقدمة منبعث ومنبثق من الشوق الأول وهو الشوق إلى ذي المقدمة، ولكن الشوق إلى المقدمة يؤثر أثره ويصير إرادة حتمية لعدم وجود ما يمنع من الأمر، من الأمر بالمقدمة، دون الشوق إلى ذي المقدمة لوجود المانع من الأمر وهو ماذا؟ وهو عدم مجيء الوقت، عدم حصول الوقت. وعلى هذا فتجب المقدمة المفوتة قبل وجوب ذيها ولا محذور فيه، بل هو أمر لا بد منه ولا يصح أن يقع غير ذلك. ولا تستغرب ذلك، فإن هذا أمر مضطرد حتى بالنسبة إلى الأفعال الإنسان نفسه، يعني الأفعال التكوينية كما بينا وشرحنا ذلك. فإنه إذا اشتاق إلى فعل شيء، قلنا إذا شخص وجود مصلحة في فعل شيء واشتاق إلى فعل ذلك الشيء، اشتاق إلى مقدماته تبعا، ولما كانت المقدمات متقدمة بالوجود زمانا على ذيها، فإن الشوق إلى المقدمات يشتد حتى يبلغ درجة الإرادة الحتمية المحركة للعضلات فيفعلها، فيفعل المقدمات يعني، مع أن ذي المقدمة لم يحن وقته بعد ولم تحصل له الإرادة الحتمية المحركة للعضلات، وإنما يمكن أن تحصل له الإرادة الحتمية إذا حان وقته بعد طي المقدمات. فإرادة الفاعل التكوينية للمقدمة متقدمة زمانا على إرادة ذيها وعلى قياسها الإرادة التشريعية، نفس الشيء باعتبار وإن كان هو فعلا تشريعيا، ولكن صدور الأمر هو فعل إرادي بالنسبة إلى الآمر، فلا بد أن تحصل للمقدمة المتقدمة زمانا قبل أن تحصل لذيها المتأخر زمانا، فيتقدم الوجوب الفعلي للمقدمة على الوجوب الفعلي لذيها زمانا، على العكس مما اشتهر ولا محذور فيه، بل هو المتعين. وهذا حال كل متقدم بالنسبة إلى المتأخر، فإن الشوق يصير شيئا فشيئا قصدا وإرادة كما في الأفعال التدريجية الوجود، إنما يتعلق الإرادة بالفعل الأول وإن كان هو مشتاق للفعل الثاني، ولكن يوجد مانع من عدم ماذا؟ الإتيان بالفعل الثاني، وهو عدم وجود الفعل الأول، يحصل الشوق والإرادة إلى الفعل الأول، فإذا وجد الفعل الأول أصبح إرادة الفعل الثاني فعلية فيفعل الثاني وهكذا، وإن كان الشوق ابتداء متعلق بجميع هذه الأجزاء التدريجية. وقد تقدم معنا تبعية وجود المقدمة لوجود ذيها، فلا نعيد، حيث أنه قلنا اختار هناك أن التبعية هي التبعية الداعي، أن الأمر النفسي هو على نحو الداعي لوجود الأمر الغيري بالنحو الذي بيناه. وقلنا أنه ليس معناه معلوليته يعني معلولية وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة،
وتبعيته له وجودا كما اشتهر على لسان الأصوليين. طبعا هنا لابد أيضا أن نقول أو ننبه إلى نقطة قبل أن ندخل إلى بعض الإشكالات أو هذا الإشكال وجوابه من الشيخ، أنه طبعا هنا الكشف عن حصول الشوق والإرادة نحو المقدمة أو نحو الفعل كيف يكون؟ يعني لا كاشف لنا بالنسبة لنا إلى أن حصول أنه قد حصل شوق من قبل المولى نحو هذا الفعل أو أنه أراد هذا الفعل. الكاشف الوحيد الكاشف الوحيد عن هذا الشيء هو نفس الأمر، أمر المولى. المولى حينما يأمر بشيء فإن أمره كما يدل بالدلالة المطابقية مثلا على وجوب هذا الشيء، على مطلوبية هذا الشيء، يدل بالدلالة الالتزامية على أن هذا المتعلق الأمر، هذا الفعل قد فيه مصلحة، تعلق به شوق المولى، تعلقت به إرادة المولى، فإنه هنا الأمر هو الذي يكون كاشفا بالدلالة الالتزامية. فإن قلت هنا يتعرض الشيخ إلى إشكال ورد هذا الإشكال، وسنتعرض إلى هذا إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.